من السيدات والبنات بيفتكروا ان الفرصة ضاعت في انهم يتعلموا السباحة لو ما تدربوش عليها وهم صغيرين، لكن كابتن سهير وبسبب حبها الشديد للسباحة قررت انها تفتح أكاديمية مخصوصة للسيدات تتمتع بالخصوصية وتقدر تمارس فيها أي سيدة أو بنت في أي مرحلة عمرية السباحة بحرية. أنا سهير فرج، عندي 33 سنة دلوقتي، سباحة سابقة في نادي الزمالك، ولحد النهاردة لسه بعوم سباحة في نادي الصيد، محكم سباحة ومدرب أو مدرس معتمد في الاتحاد الدولي للغوص والإنقاذ. بدأت السباحة مع كابتن سهير من 3 سنين، اللي شجعني على السباحة مامتي وبابايا. الصعوبات اللي واجهتني هي إن أنا بدأت في سن كبير شوية، فكان فكرة إن أنا أتعلم مش هيبقى زي من وأنا صغيرة، بس يعني لأ، كان الموضوع يعني كابتن سهير خليته أسهل شوية. كابتن سهير بتفرق معانا في التدريب، في الطريقة وكل حاجة، هي بتشجعنا طول الوقت وبتعلمنا فعلا كل الحركات. موضوع السباحة بقى سهل عليا جدا من ساعة ما بدأت تريننج معاها. أكتر حد حببني في السباحة ولقيتها حاجة حلوة جدا ولازم أعلمها للناس كان والدي. هو كان بيعوم لحد ما كان عنده 80 سنة، كان بيعوم جنبي في التمرين أو في السباحة، وكان هو مثلي الأعلى، فده أكتر حاجة خلتني أكمل في السباحة. كابتن سهير ما اكتفتش بتعليم السباحة، إنما خلت كتير من البنات عندهم الأمل في المشاركة في مسابقات ودية والحصول على ميداليات. كمان تعليم السباحة بيساعد ستات كتير في تحسين الحالة المزاجية وعلاج مشاكل العظام والفقرات وكمان التخسيس. في إقبال كتير جداً من السيدات إن هم ييجوا يتعلموا، خاصة من السن الكبير اللي معدي 30 و40 سنة، والبنات اللي بيقعدوا في المكاتب فوق 9 ساعات عشان عندهم مشاكل في ظهرهم وفي جسمهم، فبالتالي بيجوا عشان ييجوا يعملوا علاج طبيعي. هو أنا أوريدي كنت بخاف من البحر ومن المية، وده اللي خلاني أخد الستاب دي وأجي هنا. الدافع ان انا اعوم ان انا كنت عايزه ان انا ابقى بروفيشنال في السباحه، خصوصا ان انا بحب الرياضه دي. كمان هي بتساعد ان انا اخس وبتساعد على ان الجسم يبقى هيلثي اكتر، وانه يبقى عنده الفلكسبيليتي في التعامل عامه كيوم. في ناس بيبقى عندهم تارجت عالي قوي ان هم عايزين يخشوا بطولات في سن كبير، فبيبقوا مبسوطين قوي انه ايه ده احنا عندنا بطولات وبطولات سيدات وعندنا بطولات وديه، وان هي تبقى بطله وتسافر، فده بقى موجود، فالاقبال بقى بالتالي بقى كبير. المميز في الأكاديمية إن هي ليديز أكاديمي، فهي في برايفسي شوية، خصوصا كمان إن احنا الموضوع بيبقى فريندلي شوية مع الكباتن، مع الإداريات، في التعامل عامة بيبقى الموضوع فريندلي وبيبقى لذيذ، ناخد الموضوع بشكل ألطف شوية عن باقي الأكاديمي. عايزة أبني أول حمام سباحة مغطى في مصر يكون للسيدات بس، كل الأوقات كل ست براحتها تيجي في اي وقت هي عايزاه، وتجيب اولادها او بناتها مع بعض، ما تبقاش فتره زمنيه معينه. حلم من وهي سباحه صغيره انها تقدر تساعد ناس كتير وتكون سبب في ممارستهم السباحه، والحلم اتحقق وفتح الباب لكل بنت او سيده هي كمان تحقق حلمها في اي سن.